مين؟ الواد سمير طلع ظابط؟ اه والله المرمطون اللي احنا مشغلينه معانا هنا طلع ظابط كان بيراقبنا ولا ايه؟ طلع ظابط يعني ايه كان عامل نفسه شغال معانا عشان المهرجه؟ يا نهار اسود ده انا هزقته جامد لا ما ينفعش بقى لازم نعامله باحترام لا هيقبض عليه ايوه بس انت اللي كنت بتسخنني عشان اهزقه انا ما بسخنش حد انا انت اللي سخنتني انت اللي سخنتني وقلت لي انت اللي سخنتني وقلت لي والله العظيم ابدا طب نديل هنادي الواد سمير خلاص خلصت ايام الذل والمرمطه ونظف يا سمير وامسح يا زفت وتعالى يا سمير دلوقتي سمير بقى البريمو سمير بقى البريمو خلاص كل واحد داخل يشتم في سمير هو سمير ده ايه معلش سيادتك يا سمير بيه والله اللي ما يعرفك ما يعرفك اصبر عليا يا شيف انت بالذات حضرتك هو اللي كان بيسخنني عليك انا ما كانش قصدي اصبر يعني. عليا حاضر قلت لهم يا سعساف ما انا لا لسه ما لسه من غير لف ودوران احب اقول لكم ان انا النقيب سمير فاروق من وزاره الداخليه شفت مش قلت لك هات بقى ال100 جنيه ايوه يا مروه طلع ظابط زي ما قلت لك ده عارفين كل حاجه حضرتك هو اللي كان بيسخنني عليك يعني. اصبر يا شيف اصبر انت حسابك بعدين حاضر حاضر طب ما دام انتوا عارفين بقى تعرفوا ان احنا جالنا اخباريه ان في قنبله محطوطه في المطعم هنا شفت في قنبله هات بقى ال 200 جنيه ايوه يا مروه طلع في قنبله زي ما قلت لك ده انا شغال مذيع بقى مش ظابط ايه الهبل ده طب انتوا بقى عارفين ان القنبله دي احتمال تنفجر في خلال نص ساعه يا لهوي نص ساعه يلا يا جماعه كله ياخد ساعته شامري لا انزل يا كمال معايا الملاح شامري بقول لك ايه خد دي حمرا دي حلوه خدها معاك حلوه والله تعال تعال ابعد عنه ابعد عنه شامري شامري ايه اللي احنا فيه ده معلش انا مع حضرتك يعني انا احسن احسن عشان برضو لو انفجرت ما يبقاش معانا حد هرجه مرجه ورا جربه لا لا قول له ياخد ساتر ده طب حضرتك تعرف تتكلم هندي اجرب ممكن كظابط يعني ورايح فالكرمي كرجادو البرمج بركا جادو حبيبي ده عزمته كوبيتي خو خد بره كاجو القنبله حبيته وعمل ايه يا دي النكد ناري من اللي انا فيه ايه العمل في قنبله اجري اجري في قنبله ساتر ساتر ما شاء الله حضرتك تعرف هندي انا عايز منك خدمه تحت بس هو اللي كان بيسخنني حضرتك انا هسامحك على كل حاجه ايوه حضرتك بس تساعدني انا اول مره في حياتي افك قنبله حضرتك ما فكتش قنابل قبل كده اول مره ونفسي انجح فيها ابوس ايدك لا ما تقلقش احنا 100 100 الاول نلاقيها وبعد كده نشوف هنعمل ايه ندور على القنبله في قنبله هنا اهي ايه ده لقيتها بسرعه اه ظابط بقى صح بس الحمد لله مش مظبوطه على تايمر والا كانت اتفجرت فينا كلنا الحمد لله ايه الصوت ده هي مظبوطه على تايمر وهتنفجر فينا كلنا بعد 59 58 57 56 احنا نقعد نعد ما تفكها بسرعه ما تفكها بسرعه حكايه اعتماد شبه مع حكايه هو فين انا عايز افهم هو فين انت مين التالته يمين يا وليه انت مين خلصيني انا مرات المهراجه انت مرات المهرجة؟ اه مراته مراته ولا محل سكنه؟ انجزي هو فين يابا والنبي الله يا وليه في قنبله هتنفجر يا عم ايه اللي طلع قنبله هنا؟ ما هي تعالى المهرجة اهو روحي سيدينا دلوقتي نشتغل ماتي؟ ماتي مات حبايب بلا حبايب بلا قرايب تتجوزني من 20 سنة وتخلف مني واد وتسافر ويوم ما ترجع ما تسألش عليا وكمان جايب لي درة دي مش درة امال هند صبري؟ اعتماد انت في قلوب بلا قلوب بقى بلا حبوب ما تضايقنيش فين ابني ابنك اخرست ابنك ضاع ضاع ياه
أنا بحلم باللحظة اللي أشوفه فيها. ياه 20 سنة بتخيله وهو بيكبر يوم ورا يوم. ياه 20 سنة نفسي أخده في حضني ويقول لي يا ماما ماما يا بتقول لي ضاع. يا راجل يا مملو قول لها الواد فين هنموت. ابنك مات. مات؟ في ايه؟ البتاع مسكت في ايدي. اعتماد خلاص اعتماد. بقول لك ايه؟ انا اللي غلطان، انا اللي ما سمعتش كلام ابويا من الاول. يا ما ابويا قال لي. والله يا ما ابويا قال لي. قال لك ايه؟ ابويا قال لي ارمي الشبكبك. امي قالت لي البحر ياكلك، شنجر بنج النوم ما كلش السمكبك. ازقف كابوريا ازقف كابوريا لو ازقفوني هازقف. والله هنروح في داهيه والله العظيم. ماتي انت بالنسبه لي خاين، انت اتجوزت عليها 9. شرق الهندي محل لنا 10. بلا هندي بلا مندي. اسكت بقى انت بقى تعالي هنا. انت اسمك ايه؟ كرام. كرام؟ كرام مين يا شعر عرق يا لنخميرة يا رد الرد يا مصطبة هدي يا إبرة مصدية يا سيد غالية؟ وشو؟ شو؟ شو شو مين؟ أختي شو بس مالكش فيه. يلا يا ولية كدابة. أنا كدابته يا دحلباته يا معفناته يا جربناته يا ماشفة. اهي طلعت من بولاق. وعلى اساس ان انت من لبنان؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في صوص جوه القنبله. ده بنطلون انا. يا سمعت خلاص حبايب، انا قليل الاصل واستاهل. على راي المثل قليل الاصل لا تعاتبه ولا تلومه، ده زي البقعه لا تطلع برابسه ولا بقومه. الله تعالى لي هنا بقى. ايوه يا اسمع القرارات الجديده. ايه القرارات؟ ترجعها بلدها الهند. سوف ارجعها. وتجيب لي هديه من هناك. سوف اجيب لك ايضا بعض من المال وذهب وفضه وياقوت ومرجان ومعسل اصلا. انت لسه ما بطلتيش. الله يخليكم النبي. ماشي سوف يحدث كل هذا. بلى وما بت. اهي الحمد لله كده. فاضل قد ايه؟ ثبت بقى في السلك الاول. اهو ها ابوس ايدك. ماشي ماشي فك بقى. ايه اقطع انت السلك ده. انت بتفهم في القنابل يا شيف؟ يا عم اي مصري بيفهم في القنابل تلاقيهم بيفككوا قنبله. المصريين كلهم ملمومين. يقول له اقطع الزرقاء ما تقطعش الحمراء. اه والله شعب ملوش كتالوج ما بيخافوش يابا.